النفوذ الصيني في الشرق الأوسط إلى الواجهة من جديد، هذه المرة من خلال تقديم يد العون للحكومة السورية التي تعاني من عقوبات غربية قاسية. خطوة كشف ملامحها الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقاء جمعه بنظيره السوري بشار الأسد الذي يزور الصين للمرة الأولى منذ نحو عقدين. لكن ماذا ستقدم الصين للأسد للخروج من عزلة دبلوماسية مستمرة منذ أكثر من عقد؟ جين بينغ قال إن بلاده ومن مبدأ الحماية والإنصاف الدوليين ستدعم إعادة إعمار سوريا وترفض التدخل الأجنبي في شؤونها. الرئيس الصيني أعلن كذلك عن إقامة شراكة استراتيجية واصفا إياها بالمحطة المهمة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين. نعلن بشكل مشترك عن إقامة الشراكة الاستراتيجية بين الصين وسوريا والتي ستصبح محطة مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية. شراكة يبدو الأسد في أمس الحاجة إليها، خصوصا بعدما علت أصوات السوريين في الداخل احتجاجا على سوء الوضع المعيشي. في سياق آخر ينظر إلى هذه الزيارة على أنها استمرار لجهود بكين الدبلوماسية في قضايا الشرق الأوسط في السنوات الماضية، التي تأتي ضمن الترويج لخطتها بطريق الحرير الجديد المعروف بمبادرة الحزام والطريق. فما الجدوى التي يمكن أن تتحقق من زيارة الأسد للصين؟ وكيف ستنفذ هذه التعهدات في ظل العقوبات الغربية؟ نرحب بضيفينا من دمشق، الكاتب والباحث السياسي محمد نادر العمري، من أوتاوا الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي. سأبدأ مع ضيفنا من دمشق محمد نادر العمري، يعني هل من اتفاقات معلنة ومحددة أثمرت عن هذه الزيارة، أم ما زالت الأمور في إطار التصريحات البروتوكولية؟ بداية مساء الخير لك وللسادة المشاهدين والعاملين في قناة المشهد وضيفك الكريم. بطبيعة الحال يعني الزيارة بحد ذاتها اليوم تشكل أهمية على أكثر من مسار السياسي. على سبيل المثال يمكن للصين بهذا التوقيت أن تلعب دورا في إطار دفع العملية السياسية، سواء من خلال علاقاتها مع الدول المتنامية أو من خلال الدور الاقتصادي الذي يمكن أن يساهم في كسر الحصار الاقتصادي على سوريا، وبخاصة أن الظروف والعوامل الذاتية الداخلية لكل من سوريا والصين وكذلك العوامل الإقليمية والدولية باتت أكثر نضجا للعب مثل هذا الدور. فيما يتعلق بالاتفاقات، أنا أعتقد بأننا يعني عندما نتحدث عن اتفاقات استراتيجية أو عندما يتم الإعلان عن علاقة استراتيجية ما بين الدولتين، أعتقد بأنها استكمال لتطور العلاقة الذي شاهدناه في المنحى السياسي وترجمته في الجانب الاقتصادي، وبخاصة أيضا أن اليوم هناك حاجة ماسة لكلا الدولتين. ما هي الحاجة؟ يعني أنت تقول مجرد الزيارة هو شيء عظيم، طيب ما هي الحاجة اليوم لهذه الزيارة؟ هل تنحصر أهداف زيارة الرئيس السوري بالشق الاقتصادي وإعادة الإعمار؟ وإذا كان هنالك أهداف سياسية ما هي؟ أعتقد بأن هناك أبعاد أكثر من ذلك. يعني عندما نتحدث عن أن هناك عامل سياسي، يمكن للصين بطبيعة الحال التي في مرحلة معينة كانت منكفئة على ذاتها ومن ثم انتقلت إلى مرحلة تطوير علاقاتها مع الإقليم بعد وإعلان مشروع الحزام والطريق، ومن ثم تطوير علاقاتها مع الدول العربية والذي ترجم بطبيعة الحال في الشرق الأوسط من خلال سحب فتيل النزاع ما بين السعودية وإيران، أن تلعب دورا من خلال علاقتها مع تركيا على سبيل المثال، من خلال علاقاتها المتنامية مع الدول العربية، أيضا الصين التي اتخذت حق النقد 9 مرات داخل مجلس الأمن في الدفاع على سوريا، هي لم تتدخل مباشرة في الأزمة السورية، وبالتالي يمكن أن تكون أحد الأماكن التي يمكن أن يجري بها الحوار السوري والتمهيد لمثل هذا الموضوع، بخاصة أن بالعودة إلى التاريخ إلى الوراء قليلا، في عام 2021 الصين طرحت مبادرة تتألف من 4 نقاط أساسية لحل الأزمة السورية، وقامت بتعيين مبعوث صيني إلى سوريا. وبالتالي اليوم عندما نتحدث أن هذه الزيارة ذات أبعاد جيوستراتيجية، هي لا تتعلق فقط بالملف السياسي السوري بل أيضا في الملف الاقتصادي، وعندما نتحدث عن أنها حاجة لكل الدولتين، جميعنا يدرك بأن الوضع الاقتصادي في سوريا المتردي نتيجة الحصار المفروض على سوريا، نتيجة أيضا قيام الولايات المتحدة الأمريكية بصفقة النفط السوري، نتيجة مفهوم أيضا مفهوم هذه المبررات الذي يقولها دائما النظام السوري
سوريا. نعم، لكن دعني أنتقل إلى ضيفي. هذا ليست فقط كلام الدولة السورية. لكن دعني أنتقل إلى ضيفي من أوتاوا لنشارك هذا الحديث. أستاذ أسامة، ما الذي قد يدفع بالمستثمرين الصينيين لدخول بلد غير مستقر أمنيا واجتماعيا، وقبل كل ذلك قد تطول استثماراتهم يعني وأرصدتهم واستثماراتهم كلها العقوبات داخل سوريا وخارج سوريا أيضا؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. واقع الأمر أن يعني وزير الخارجية الصيني والسياسيين الصينيين أتوا أكثر من مرة والتقوا مع الأسد ولا يوجد أي نتائج عملية. السبب هو وجود العقوبات الاقتصادية التي تعاقب من يعيد إعمار البلد بدون إخراج المساجين وبدون إعادة اللاجئين والنازحين وبدون قصف المشافي. فلذلك عرض مثلا على هواوي، شركة هواوي، دخول السوق السورية وامتنعت، لأنه ما هي بحاجة هي للسوق السورية تساوي له مشكلة مع دول العالم. يعني أستاذ أسامة، هذا الآن لكن الصين كما يقول أستاذ العمري تتطلع إلى شيء فيما بعد، يعني لا تنظر إلى الوقت الحالي. نعم نعم، مفهوم. أنا بس أكمل المداخلة. المشكلة في سوريا أن الأصول السيادية هي مباعة إلى إيران وروسيا. وقع أكثر من 60 اتفاقية لبيع الأصول السيادية السورية، منها التي تهتم بها المرافق. مثلا المرافق الثلاثة السورية لم تعد سوريا، هي روسية. فالحقيقة الحديث يجب أن يكون مع بوتين ومع الرئيس الصيني، لأنه مرفق طرطوس العقد 49 عاما لمدة 25 سنة، وكذلك تم أخذ المرفق اللاذقية وطرطوس وبانياس. فهي المرافق التي تهتم بها يعني الصين من أجل الحزام والطريق غير متوفرة، إلا إذا هناك تفاهم بين روسيا والصين. ولكن هناك مشكلة أخرى، أن الشحنات التي تريد أن تدخل يعني هذه المرافق ضمن جو عدم الاستقرار والعقوبات الاقتصادية سيرفع من أسعار التأمين على هذه الشحنات، وسينفر الصينيين من استخدام هذه المرافق. هي يعني يستفاد منها إعلاميا وسياسيا أكثر منها حقيقة على أرض الواقع. يعني هناك الكثير حتى من اتفاقيات ما بين مذكرات تفاهم حتى ما بين الصين وإيران لم تنفذ منذ عام 2005 إلى الآن. الصين تبحث عن أجواء من الاستقرار السياسي حتى تبني حزامها للطريق وحتى تعيد خط الحرية. سأعود إليك دكتور أسامة لأسألك عن الحزام والطريق في ظل عقوبات قيصر، لكن دعني أعود للأستاذ العمري. سأنقل لك هواجس بعض السوريين وتعليقاتهم وما يتناولونه ويتداولونه. يقال، البعض يقول، أليس من واجب دمشق ضبط حدودها التي تعج بالمهربين والكابتاغون قبل دعوة أي استثمارات خارجية؟ يعني بطبيعة الحال يعني هذا رأي من يتحدث فقط على وسائل الإعلام، في أرض الواقع هو منافي لهذا الوضع، لأن اليوم بعض المناطق التي يتم بها التهريب والتي يعني تؤدي إلى استخدام الوسائل غير المشروعة هي قريبة جدا من قبل السيطرة والهيمنة الأمريكية. والدليل على ذلك بأن نقاط انطلاق داعش هي تنطلق من منطقة التنف، من منطقة 55. النقطة الثانية التي يمكن الحديث عنها أن اليوم الظروف، عندما نتحدث عن الظروف الإقليمية والدولية، يجب أن نعي بأن الصراع الأمريكي الصيني وصل إلى أوجه، وبخاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي بايدن في قمة العشرين عن مشروع الممر الهندي الأوروبي، وهو بطبيعة الحال تهديد لمشروع الحزام والطريق، كما إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أو تسريب الولايات المتحدة الأمريكية نيتها إغلاق الحدود السورية العراقية. هو ليس فقط متعلق لا بسوريا ولا بالمنطقة، بل أيضا بمشروع الحزام والطريق. وبالتالي أعتقد بأن الصين ستقوم بدعم الاقتصاد السوري في جانب. طيب يا أستاذ العمري، كيف ستدعم الاقتصاد السوري؟ إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد لك يحتاج إلى سيطرة مطلقة للحكومة على كامل المفاصل في الجغرافيا التي تسيطر عليها. يعني هذا ألف باء السياسة. يا عزيزتي، اليوم من لا يسمح للدولة السورية بالسيطرة على كامل الحدود هو الاحتلال الأمريكي والاحتلال التركي واستمرار التدخل الخارجي وتأزيم الأزمة السورية والعمل. طيب الصين جمعية خيرية، يعني تريد أن تعطي سوريا من دون مقابل مثلا؟ تريد أن تحل كل هذه المشاكل وتخرج كل هؤلاء المحتلين؟ فقط اسمح لي أن أوصل الفكرة كاملة.
أولاً الصين ليست جمعية خيرية، وتحدث الرئيس الأسد في عام 2017 بأن هناك عقوبات قيصر هي التي تمنع استخدام رؤوس الأموال الصينية، ولكن اليوم في ظل استمرار أو تأزم الصراع على المستوى الدولي وحدة الصراع وتأثيره على مستوى الدولي والسعي الأمريكي لإغلاق الطريق أمام مشروع الحزام والطريق، من مصلحة الصين أيضا أن تقوم بدعم سوريا اقتصاديا، سواء لحفاظ سوريا على موقفها في التصدي على المشاريع الأمريكية أو للاستفادة من الموقع السوري. عندما يتحدث ضيفك بأن سوريا باعت المناطق الحيوية، هي لم تبيعها، هي تقامت بمنحها استثمار، وبالتالي هذا الاستثمار يحق لأي دولة، حتى الولايات المتحدة الأمريكية يوجد بها بعض الموانئ وبعض الشركات الهامة مثل شركات السلاح، هي مستثمرة من قبل رجال أعمال غير أمريكيين. وبالتالي أعتقد بأن اليوم دعم الصيني لسوريا سيكون على مسارين: المسار الأول هو الإسعاف لتأمين مقومات يعني تحسين الوضع الاقتصادي لسوريا، بخاصة البنى التحتية التي رفضت حتى الأمم المتحدة والدول التي دعمت القرارات المتعلقة في المجال الإنساني من تأمين المشاريع المبكرة. والنقطة الثانية هو يعني بعيدة الأمل، تتعلق بتأهيل البنى التحتية المتعلقة بمشروع الحزام والطريق وكذلك الدخول في إعادة الأعمار. وبالتالي يمكن الالتفاف على عقوبات قيصر من خلال افتتاح أفرع للمصارف الصينية في سوريا، وبالتالي يمكن حل جزء من طيب. مشكلة التمويل، وكذلك تنامي علاقة اليوم الجانب الصيني مع الدول العربية ومع تركيا، يمكن أن تدفع العملية السياسية والتي تساهم بشأنها بحل الأزمة السورية دكتور أسامة، بالتوازي مع تحسين الوضع الاقتصادي. وصلت الفكرة. دكتور أسامة، كيف للصين أن تمد الحزام والطريق عبر سوريا وهنالك عائق أمريكي كبير معروف؟ ليس فقط عائق أمريكي عزيزتي، ما يتحدث عنه ضيفك هو 63% من مساحة سوريا متواجد عليها الميليشيات الطائفية والجيش الإيراني المحتل والجيش الروسي المحتل والميليشيات الطائفية التي تساعدها. فيعني هو يعني يوجه كل سهامه على أنه فقط الوجود الأمريكي. على كل حال، أنا أحيلك إلى خطاب القسم. الأسد قال في خطاب القسم: ليس لدينا مشكلة مع العقوبات الاقتصادية، لدينا مشكلتين، حسب هو ما قال، مشكلة الفساد في سوريا. هو قال مرتين، مرة لما كان عم يأكل شاورما هو اسمه الأسد، ومرة بخطاب القسم. المرة الثانية قال ووجود 40 إلى 60 مليار دولار في المصارف اللبنانية. يعني هذا يعني أنت تفهم أنه أنا أعرف أنك في دمشق وقد لا يسعك يعني التحدث بحرية، لكن أيضا هذا من ضمن غسيل الأموال 40 إلى 60 مليار دولار. بعض الصناعيين، نعم ممكن مليار 2 3 لصناعيين وطنيين عاديين، لكن ما تبقى هو من أموال التي كانت تغسل وكانت تستخدم كحديقة خلفية للنظام. أما ما يتعلق بأنه يعني هو ستستفيد الصين، ماذا ستستفيد الصين من دخول سوق فيها ستدخل إلى 63% من سوريا، لن تستطيع إخراج لا أمريكا ولا تركيا. تركيا تصر على بقائها وأمريكا تصر على وجودها، واليوم الأمم المتحدة بأستانا عم بيقولوا بدهم يساووا اجتماع أستانا 21 برعاية إيرانية في الأمم المتحدة. إيران ليست محتلة عزيزي، ليست الحرب الدولية الإيرانية ليس محتل، وتريد منا، أنت لو كنت مستثمر ومعك مليون دولار بتروح بتستثمر بأرض فيها 4 جيوش دولية؟ مستحيل. يعني لا أريد، لا أطلب منك حتى الإجابة حتى أعافيك منها، يعني الله يحميك، لكن واقع الأمر أنه هذا خلاف المنطق. الجميع المشاهدين يعلمون أن هذا غير منطقي على الإطلاق. لا يمكن لأي دولة في العالم أن تدخل دولة، ولا حتى روسيا نفسها. روسيا لم تستثمر بدولار واحد إمارة طرطوس، أخذته، طردت 1500 أكثر من 1500 عامل ولم تضع دولار واحد في مرفأ طرطوس. لديها القمح ولديها النفط، لماذا لا يوجد لدينا لا قمح ولا نفط في سوريا ولدينا مشكلة كبيرة وهي أعظم دولة تصدر النفط؟ يا أخي لا، الدول مو بس جمعيات خيرية، هي غير يعني ليس لديها أي رؤية لحل حقيقي سياسي ضمن هذا الوضع. بعد المشروع الإيراني الفارسي الذي يمتد من العراق للبنان لسوريا، مختلف عن المشروع الصيني النهضوي، ومختلف حتى عن المشروع الروسي اللي بده المؤسسة العسكرية، ما بده ميليشيات هو. فلذلك أعتقد ضمن هذه الأجواء عزيزي، أول شيء أي شركة بتسأل عنه هو الأمن بعد مؤشر الفساد. نحن بمؤشر الفساد الدولة 178 من 180،
هذا شو علاقة بعقوبات الاقتصادية؟ من ثلاث يعني أيام هذا ولسه اقتصاد عم الحرب جبل للأسف. الزاوية. يعني إيه دكتور أسامة، هذا اقتصاد يعني الحرب. على كل حال ابقيا معي ضيفاي الكريمان إذا سمحتما. مشاهدينا، في منطقة تسيطر الولايات المتحدة بنفوذها على جغرافيتها السياسية، يرى محللون بزيارة الأسد إلى الصين انتصارا لها من جهة وتهميشا للدور الأمريكي بشكل غير مباشر، خصوصا بعد استئناف العلاقات بين السعودية وإيران وإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين. تتسارع الخطى الصينية بدبلوماسيتها على نحو بات يشكل عقدة للولايات المتحدة. صحيفة وول ستريت جورنال نشرت تقريرا من مراسليها في الشرق الأوسط قالت فيه إن التقارب السعودي السوري قد يترك صناعة القرار في واشنطن على الهامش خلال فترة التحولات التي يشهدها الشرق الأوسط. لا ننسى بالطبع أن الولايات المتحدة عارضت تحركات دول المنطقة لتطبيع علاقتها مع حكومة دمشق بسبب طريقة تعاملها في قمع المظاهرات التي دعت إلى إسقاطها عام 2011، مؤكدة أن موقف واشنطن لم يتغير ولن نشجع دولا أخرى على تطبيع العلاقات مع الأسد. فما الخطوات المتوقعة القادمة في هذا الصدد؟ إذن سيد العمري، يعني البعض يسأل الآن كيف سيكون رد يعني الغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص على كل ما يحدث. فقط اسمح لي بدقيقة بشكل سريع، أنا لم أتحدث بشكل واضح، وحتى لا الرئيس الأسد ولا حتى الرئيس الصيني ولا أي أحد من المسؤولين لا السوريين ولا الصينيين قالوا بأن من الغد سندخل السوق السورية وسيتم بدء إعادة الأعمار. أنا قلت بأن الصين يمكن أن تساهم من ناحية سياسية والتي تمهد في مرحلة معينة للدخول في مشروع إعادة الأعمار، والنقطة الثانية قلت بأن الصين ستقوم بتقديم مساعدات إسعافية للشعب السوري تحسين الواقع الاقتصادي. هذه النقطة. النقطة الثانية، الاحتلال الأمريكي والتركي في المنطقة لن يدوم، ويمكن للصيني نتيجة العلاقات المتنامية مع الدول العربية ومع تركيا وحاجة حتى تركيا وضيفك يدرك تماما حجم الواقع الاقتصادي لتركيا، يمكن للدور الاقتصادي أو العامل الاقتصادي أن يؤثر في القرار التركي للانسجام مع المبادرة الإيرانية والروسية على حد سواء. فيما يتعلق بالإجابة على سؤالك، ما هو رد الغرب؟ أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية والإعلام الغربي بشكل أساسي والذي يعبر عن السياسات الغربية اليوم هو أكثر إفصاحا عما يدور في الغرب، لأن هذه الزيارة بحد ذاتها تعبر عن كسر الحصار والعزلة الدولية التي سعى الغرب لتكريسها على الدولة السورية. والنقطة الثانية، أعتقد بأن الخيارات لن تكون خيارات جديدة بل هي خيارات قديمة يمكن تجديدها، مثل ذلك على سبيل المثال إعادة تدوير التنظيمات المسلحة، وبخاصة أن اليوم جزء من الاقتتال، وهذه معلومة، جزء من الاقتتال الذي يحصل ما بين جبهة النصرة مع الجيش الوطني هو لمد نفوذ جبهة النصرة باتجاه مناطق قصر، باتجاه منطقة التنف، والسعي الأمريكي لإغلاق الحدود السورية مع تركيا وكذلك مع الحدود السورية العراقية، في وخشية الولايات المتحدة الأمريكية من أن يتمكن الجانب الروسي من إحداث خرق في دعينا نقول الصراع الحاصل ما بين تركيا وسوريا. النقطة الثانية هو استمرار فرض الحصار الاقتصادي على سوريا واستهداف أو استمرار استهداف البنى التحتية المتصدعة ووقف ووضع العراقيل أمام أي مساعدات. لذلك اليوم لابد من التفكير خارج إطار الصندوق العادي للالتفاف على طيب العقوبات. ممكن تسمح لي بسؤال لو يتسع صدرك لسؤال، يعني من شخص سوري، مراقبين سوريين يتحدثون اليوم شمال سوريا وشرقها خارج سيطرة الحكومة السورية، وهناك أحاديث اليوم عن منطقة جنوبية آمنة قد تشمل درعا والسويدة، لا ندري إن ستتم أم لا. طيب، معارضة وموالاة، كلا النوعين من السوريين يتساءلون كيف يمكن أن نتحدث عن حضور أولمبياد رياضي والبلاد تعيش أولمبياد سياسي وعسكري من كل العالم، من كل بلاد العالم، يعني كيف ترتب الأولويات؟ هذا هو السؤال. يعني بطبيعة الحال عندما نتحدث عن منطقة خارجة عن سيطرة الدولة السورية وكذلك عن محاولات لم يعني تقف عن من قبل الدول المعتدية على سوريا لإقامة هذه المناطق العازلة، وللعلم المنطقة العازلة رسمت في الشمال السوري وفي الجنوب التركي منذ عام 2008، ويمكن العودة إلى صحيفة هايرس الإسرائيلية للتأكد من ذلك. النقطة الثانية، بطبيعة الحال كانت سوريا
70 إلى 73% السيطرة عليها تنظيمات إرهابية، وبالتالي كانت الدولة السورية تستعيد الكثير من هذه المناطق. هنا لا أتحدث لا كنهج معارضة ولا كنهج معارضة، وبالتالي أتحدث بالتحليل السياسي أن اليوم أحد أهداف الساعية من خلفها الصين لدعم سوريا هو الحفاظ على موقع سوريا وعلى استقرار سوريا، لأن جزء من الغضب الغربي هو استمرار التحالف طيب أستاذ السوري عمري، الإيراني وصلت السوري الروسي الفكرة، السوري الصيني. وصلت الفكرة. وبالتالي اليوم حضور الرئيس الأسد للأولمبياد لا يعني بأنه ذهب لحضور الأولمبياد، بل لتأكيد العلاقة مع الجانب الصيني، والدليل على طيب ذلك بأن القمة حصلت على هامش هذه الأولمبياد. في كثير من الأحيان المناسبات تكون مناسبة لتعزيز العلاقات، والدليل على ذلك اتفاقية أذن وقعت على أثر مباراة حصلت ما بين سوريا وتركيا. وبالتالي يعني اليوم الوضع سيء في سوريا، ولكن اليوم يجب البحث عن الحلول للخروج عن هذا طيب. الوضع نعم. الذي يمكن القول بأن الفساد، نعم وأنا أتفق بأن الفساد جزء كبير منه هذا أثر في موضوع الطيار آخر، السياسي، لكن ولكن يجب أن دعني نقول بأنه هو نعم أحد إفرازات الحرب على سوريا والحصار الاقتصادي. دكتور أسامة، الصين تحتاج ضمانات، يعني حتى لو اليوم صار في قرار صيني مغامر بفتح استثمارات في سوريا ولا بعد 10 سنين، تحتاج ضمانات. هذه الضمانات عادة عم بتكون أصول سيادية. في مثل حالة سوريا الموانئ، المطارات، المناجم، الحقول، النفط، الغاز، كله يعني شو ضل من أصول سوريا؟ أنا هذا ما قلته في البداية، هناك بعد 48 ساعة من لقاء جدي، يعني العرب أعطوا فرصة للأسد مرة جديدة بعد 12 سنة أنه يا أخي اخرج من الحضن الإيراني وخليك مع الروسي، بس اخرج من الحضن الإيراني، تفضل الحضن العربي ونحن جاهزين لندعمك، لا تحتاج لا الصين ولا غيره. ما الذي حصل؟ بعد لقاء جدي حدثت مسألتين. المسألة الأولى أنه بعد 48 ساعة يأتي الرئيس الإيراني ليوقع 51 اتفاقية إدعام، 51 اتفاقية. ماذا تركت للصين؟ ماذا تركت لأي دولة تريد أن تستثمر؟ وهناك أكثر من 60، هناك عام 2019 أخذت روسيا 60 موظف من كل الوزارات، شحنتهم إلى موسكو، وقعت معهم 40 اتفاقية جاهزة. إذا راحت كل الأصول السيادية، لا فوسفات ولا حتى النفط، ولا يعني بفرض أنه انسحبت أمريكا وتركيا، صارت سوريا كلها تحت العلم الروسي والإيراني، أصبحنا جمهورية الشيشان، مش ما بقى ينشي. إضافة إلى ذلك الحدث الثاني كان سعر الليرة السورية 8450 ليرة سورية يوم لقاء جدة. الناس في سوريا تفاءلت أنه سيأتي الخير والمدد، ما هي الدول العربية عم تقول لك تفضل يا أخي، يعني نحن جاهزين. وصلت إلى أكثر من 15000 ليرة منذ لقاء جدة. ليه؟ لأنه لم يستطع أن ينفذ ولا طلب ولا ربع عشر طلب طلبوا منه العرب. ويمكن بهذا اللقاء الصيني سيذكره في اللقاءات الجانبية الخاصة مع الرئيس الصيني بالاتفاقية بين السعودية وإيران التي ضمنتها الصين نفسها، وعلى أساس إخراج الميليشيات الطائفية من كل الدول بما فيها سوريا. سيذكره بأنك لم تخرج أي شيء، وكذلك فعل مع العرب. المسألة عزيزي لا مسألة لا قانون قيصر ولا غير قانون قيصر ولا عقوبات اقتصادية. المشكلة بهذا الأداء السياسي، انت مو عم تحكي ما بدك لا معارضه ولا موالاه، وانا يا اخي لا معارضه ولا موالاه. اللي عم بيصير انه تجاهلنا وهذا النوع من المكابره السياسيه والمكابره الاقتصاديه، والناس في نص القرداحه عم بتجوع يا اخي. العلويين نفسهم داخل القرداحه، وانا تحدثنا بطائفيه، لكن هذا يعني الخزان البشري الاكثر الذي كان داعما للاسد، هو يقول يا اخي حلوا عنا، يعني وانت رايح على الالعاب الاسيويه اخذ معك اولادك ومرتك. وين رئيس غرف التجارة والصناعة؟ ليش ما أخذهم معه؟ أخذ رئيس إمبراطورية أسماء الأسد اللي أخذت عن رامي مخلوف، بدل ما يأخذ معه الرؤساء غرف الصناعة والتجارة ويأخذ معه رجال أعمال بين قوسين، ليش ما أخذهم معه؟ بس أخذ مرته وولاده وثلاث أولاد قاعد عم بروح من معبد بوذي لألعاب أسيوية. الناس تتضور جوعا في قلب اللاذقية وطرطوس وحلب، ولا يوجد لا ماء ولا كهرباء، ومعك إيران صار 5 مرات صرعت رأسنا وهي تقول أن نحن أصلحنا الكهرباء وأصلحنا المياه ونحن جاهزين وحنعطيك. يطالبك إيران عزيزي ب50 مليار دولار. أنا أتحدث معك كشخص سوري، بكرة بعد 10 أجيال سيذكر الناس هذا الفيديو وسيقولوا أنك تدافع عن هذا الوضع بهذه الصورة. دكتور أسامة، النظام دكتور أسامة، الأسد نحن كبلنا هنا لعشرة نعم. أجيال نحن هنا لنناقش هذا إيرانية، 60 اتفاقية روسية، 50 مليار نعم. دولار ديون إيرانية علينا.
دكتور أسامة، أنا أشكرك شكرا جزيلا من أوتاوا، وحضرتك خبير اقتصادي، وطبعا الشكر للكاتب والباحث السياسي محمد نادر العمري، وطبعا نحن نحاول أن نناقش ونحلل خلفيات الأحداث مع كل الاحترام لكلا الضيفين.